للوقوف عند التطورات في محافظة درعا السورية والأنباء عن التوصل إلى تهدئة برعاية روسية، ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الصحفي السوري حسين الزعبي. أستاذ حسين، السلام عليكم. يعني بداية، كيف تقيم الأوضاع الآن في درعا بعد التوصل لتهدئة برعاية روسية؟ هل تتجه الأمور ربما نحو الهدوء نوعا ما؟ مساء الخير، حياكم الله جميعا. حاليا ما حدث خلال الساعات الماضية أن المفاوضات التي رعتها روسيا يبدو أنها بحاجة إلى بت من القيادة الروسية. ضابط الارتباط المسؤول عن المفاوضات في درعا اتجه مساء هذا اليوم مساء إلى دمشق للقاء القيادة الروسية العليا هناك. يبدو أن الأهالي في درعا قدموا مجموعة طلبات رأى فيها الروس فرصة لمناورة الإيراني. يبدو أن الروس والإيرانيين في هذه الفترة ليسوا على خط واحد. يبدو أن هناك عدم توافق، بدليل أن الطيران الروسي لم يشارك كما في العادة. عادة الميليشيات تتقدم بغطاء جوي روسي، هذه المرة تركوا على الأرض بدون غطاء جوي، لذلك يعني يبدو أنهم تلقوا صدعة قوية. هذا يشير إلى أن إيران، موسكو وطهران ليستا على توافق تام على الأقل في هذه الفترة في الجنوب السوري. أستاذ حسين، كيف تقرأ التدخل الروسي بعد يعني مجمل ما جرى من عمليات عسكرية؟ هل تأخر في التحرك من وجهة نظركم؟ الروسي حاليا هو عسكريا لم يتحرك نهائيا في الجنوب السوري. نعم، الروسي لم يتحرك هذه المرة، وترك الإيرانيين القرار فيه. يبدو القرار يعني قرار النظام السوري هو قرار إيراني في هذه المفصلية حاليا في الجنوب. القرار يبدو أنه قرار إيراني من جهة النظام، ويبدو أن القرار الإيراني بالهجوم باتجاه الجنوب لتسجيل نقطة إضافية قد يكون لها علاقة بالملف النووي الإيراني، قد يكون لها علاقة بالمناوشات الإسرائيلية، يعني الأصدقاء الأعداء بالمناوشات الإيرانية الإسرائيلية والملف النووي، يعني تسعى لاكتساب نقطة تفاوضية. يبدو أن الروس أرادوا أن يعني يرسلوا رسالة للإيرانيين أننا نحن أصحاب القرار، وها أنتم لم تنجحوا في الجنوب. أستاذ حسين، هل يمكن أن يثق أهالي درعا بموسكو بعد ما حصل من انتهاكات للنظام السوري؟ وكيف سيكون مصير الفيلق الخامس ومجمل المقاتلين في درعا؟ للأسف يعني الأهالي في درعا، لن أقول مقاتلين، الأهالي في درعا هم بين شرين، الشر الروسي والشر الإيراني، ولكن يعني السرطان الإيراني هو الأخطر بالنسبة يعني الأخطر بالنسبة للسوريين عموما وبالنسبة للجنوب السوري تحديدا، لأن يعني يبدو أنه إيران عم تسعى تدفش باتجاه شمال الأردن بحيث تشكل كماشة في اليمن وفي الجنوب السوري بحيث تطبق المنطقة كاملة. كيف سيكون شكل الاتفاق الجديد في درعا؟ هل سيقبل أهالي درعا بمطالب النظام السوري؟ يعني الأهالي يعني سيحاولون الحصول على أكبر قدر من المكتسبات. بالنهاية يعني هم لن يستطيعوا مواجهة قوات يعني النظام. دخل الفرقة الرابعة، دخل إضافة للعاشرة وكما ورد في التقرير. نعم، دخل الفرقة الرابعة والفرقة 15 والفرقة التاسعة وعم بزج بالميليشيات. بالنهاية الأهالي يعني لا يملكون القدرة العسكرية القادرة على الصمود لفترة طويلة، بالتالي هم يعني سيسعون لتحقيق مكسب تفاوضي. أستاذ حسين، ما هي انعكاسات ما جرى على درعا وعلى الثورة السورية نفسها؟ بمعنى، هل يعول على ما جرى لاستعادة المبادرة في مدينة درعا؟ يعني لن يعني ما بدنا يعني نحمل المسألة أكثر ما بتحتمل. هناك ولكن في الجنوب السوري عموما في رفض، يعني رفض لفكرة الاستسلام، لفكرة التخلي عن الثورة، والرفض الأكبر هو لفكرة وجود الإيراني. نعم، يعني قد تقبل الروسي أن يتواجد الروسي في قاعدة معينة في يعني، ولكن الإيراني يعني يبرد سمه في المجتمع، يعني سموم المجتمع، المخدرات، ما بدي أحكي بطريقة طائفية، كل السموم بدخلها بقلب المجتمع. بالنسبة للروسي هو موجود بقاعدته أصلا خايف. يعني من باريس الصحفي السوري حسين الزعبي، شكرا جزيلا لكم.